تجلب تربية القطة قدرا كبيرا من البهجة للعديد من الأفراد، ولكنها تحمل في ذات الوقت مسؤولية كبيرة تشمل تغذية القط ورعايته ومنحه الحب والاهتمام لبقية حياته. وعادة ما تعيش القطة المنزلية من 15 إلى 20 عاما، لذا يجب اتخاذ هذا القرار بحكمة وعدم التسرع به. وخلال هذا الفيديو سنجيب عن السؤال الآتي: أيهما الأفضل في تربية القطة، الذكر أم الأنثى؟ ونصائح الاعتناء بالقطط. يقع المربي عادة في حيرة كبيرة بشأن اختيار الذكر أم الأنثى عند اتخاذ قرار تربية القطط. وبشكل عام سيكون من الأمثل للأسر التي تمتلك أطفالا اختيار القط الذكر، فهو غالبا ما يتمتع بشخصية مسترخية وقادرة على التحمل والتعامل مع الغير بشكل أفضل من القط الأنثى. وعلى الرغم من ميل القط الذكر إلى اللعب والمرح بصورة أكبر من الأنثى، إلا أن معدل نشاطها مرتفع مقارنة به. غريزة الأمومة التي تتمتع بها القطة الأنثى تجعلها تحمل جانبا شرسا بنسبة أكبر من الذكر تلجأ إليه لحماية صغارها من الخطر. ويجب إدراك أنه في حالة تجاوز عمر القط 18 شهرا فإن شخصيته ومزاجه يكون قد تشكل بالفعل، وليس هناك فرصة كبيرة لتغييرهما، فما تراه هو ما ستحصل عليه. أما عند تبني قطة صغيرة قد يكتشف المربي تغير شخصيتها بمرور الوقت بسبب تأثير الجينات. تستطيع القطط العناية بنظافة فرائها، ولكن في حالة احتكاكها بعنصر لزج أو كريه الرائحة أو اتساخ المعطف بشدة تصبح في حاجة إلى الاستحمام. فتفريش القطط إلى جانب كونه يزيل الأوساخ والشعر الميت والشحوم من الفراء، فهو يساعد على التخلص من قشور الجلد وتنشيط الدورة الدموية وتحسين الحالة العامة للبشرة. عدم تمتع القطط بأسنان نظيفة وحادة ولثة صحية يجعلها عرضة لتلف الأسنان واللسان والحنك واللثة، مما يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية. لذا يجب المداومة على تنظيف الأسنان بالفرشاة وإجراء الفحوصات المنزلية المنتظمة. لضمان المحافظة على أعين القطط في حالة صحية، يجب فحص أعين القطط في منطقة ذات إضاءة زاهية ومشرقة والتأكد من أن المنطقة المحيطة بمقلة العين بيضاء. يجب لف جفن القطة بلطف بواسطة الإبهام والتأكد من كون بطانة الغطاء ذات لون ورديا وليس أحمرا أو أبيض. امسح أي مواد متقشرة أو لزجة بعيون القطط بواسطة قطعة قطن مبللة مع تجنب ملامسة زوايا العين. يجب قص أي شعر طويل يمكن أن يعيق بصرها عن الرؤية بوضوح. تحتاج القطط للحصول على العناصر الغذائية التالية ضمن وجبات الطعام المقدمة لها: البروتين من اللحوم أو الأسماك، الأحماض الأمينية، الأحماض الدهنية، الفيتامينات، المعادن، الماء، الكربوهيدرات مثل الأرز والذرة بكميات صغيرة.